أشواطنا متواصلة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، يأتي شوطنا العاشر والخاص أيضا بالجعدان مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول. هذا الحذر مطر بن حمد بن محمد بن عصيان المنصوري، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز هذا شاهين عبد الله بن عيسى بن محمد أبو فنوش المنصوري، وصل أيضا مسبار راشد بن محمد بن عواد النعيمي، أيضا راعي عوايد، راعي عوايد هو من افتتح أشواط أيضا المشتركات، هل سوف يفعلها ويختم الأشواط مع مسبار؟ بينما الدخول من عاشق البحار مع مبلش راشد بن الحرب بن راشد المهيري وصل في هذه اللحظات، بينما هناك شاهين سعيد بن سليم بن الصغير الوهيبي وصل في هذه اللحظات، خذ المركز الرابع وخطير يبغى له مراقبة، أحد الأسماء القوية القادمة من السلطنة للمشاركة في هذا الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى مسبار، مسبار يا مسبار على المركز الأول والصدارة الأولى، يتقدم راشد بن محمد بن عواد النعيمي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل أيضا هناك سعيد بن سليم بن الصغير الوهيبي يتقدم مع شاهين، خذ المركز الثاني ما شاء الله قتلكم خطير، أيضا المركز الثالث هذا الحذر مطر بن حمد بن محمد بن عصيان، والمركز الرابع شاهين عبد الله بن عيسى بن محمد ابو فنوش غير المركز الثالث، ايضا الحرب الراشد المهيري مع مبلش في المركز الخامس، ولكن نعود عود الى الصداره الى مسبار، غادر الجميع بسم الله ما شاء الله، سلام للعين، سلام سلام للعين، سلام سلام على هذا الفوز والانتصار الذي يقدمه مسبار، مسبار يا مسبار، تهانينا ايضا لمالك مسبار. هنا ايضا راشد بن محمد بن عواد النعيمي، لحظات الوصول، المركز الثاني وصل شاهين سعيد بن سليم بصغير الوهيبي، المركز الثالث شاهين عبد الله بن عيسى بن محمد وفنوش المنصوري، تهانينا وناموس، دقيقتين 12 ثانيه 98 جزءا من الثانيه، تهانينا لمالك مسبار راشد بن محمد بن عواد النعيمي. اذا مالكي عوايد صاحبتي اول اشواط المشتركات، ومالكي مسبار صاحبي ختام اشواط المشتركات، فهنيئا لك يا راشد بن محمد بن عواد النعيمي على هذا الفوز.